واقفة النهاردة علشان مصابين من الثورة، المصابين من ساعة العباسية، المصابين والشهداء من ساعة العباسية لحد النهاردة ما بيبقوش مش تحت، مش في الصندوق المصابين من الثورة والشهداء، ما بيصرفهمش علاج، ما فيش أي حاجة. النهاردة نازلين عشان كالوشا وكرانشي ومحمود اللي اتصابوا في آخر أحداث، في واحد اتصاب يوم ما جابر استشهد، وفي 2 اتصابوا في الاتحادية، ودول كل مصاريف علاجهم محدش مش تحت إدارة الدولة أو أي حاجة. الوقفة النهاردة عشان خاطر المصابين، أحداث مجلس الوزراء، أحداث محمد محمود، أحداث العباسية، أحداث الثورة، أحداث محمد محمود الثانية، المصابين اللي في آلاف المصابين حتى الآن ولا ليهم رعاية صحية ولا ليهم أولوية في الوظائف، على طول مرميين جنب الرصيف واقفين بيطلبوا حقهم، محدش بينادي بأي حاجة بالنسبة لهم. الأحداث اللي فاتت، أحداث محمد محمود اللي فاتت راح فيها أكتر من مصاب، يعني مئات المصابين راحوا، تم نسيان الموضوع وما فيش أي قصاص، وبرضه عشان خاطر أحداث بورسعيد إن شاء الله منتظرين القصاص في 2019. محمد شعيب، وقفتنا النهارده مطالبتنا بتسجيل مصابي احداث الاتحاديه واحداث محمد محمود الاخيره. وقفتنا النهارده بمطالبه بتسجيل مصابي محمد محمود الاتحاديه الاخيره ضمن ادراكهم ضمن مصابي وشهداء الثوره. كنا متابعين حالات المصابين، مصابي محمد محمود الاتحاديه، اللي حصل ان في قرار من رئاسه الجمهوريه طالع برفض ادخالهم اساسا ضمن مصاب الثوره او صندوق مصاب الثوره. لما رحنا للصندوق قالوا ان الموضوع من رئاسه الجمهوريه، وحاولوا تروحوا مجلس الوزراء بشان اصدار قرار بالموضوع ده. لما رحنا لمجلس الوزراء ولا حياه لمن هناك، وفي واقعه تقريبا هي على اساسها ايفنت معمول حوالي جزء كبير منه، الواقعه بتاعت احنا كنا مع والده محمود سعيد المصاب، جالها تليفون من مجلس الوزراء بيستفسروا ان ابنها المصاب اخواني ولا لا، والواقعه اللي حصلت بالفعل مش كلام. فده كان على اساسها المطالبه دلوقتي باصدار قرار رئاسه الجمهوريه بادراج اسماء المصابين والشهداء ابن المصابي وشهداء الثوره المصابي.